خطة أبو ظبي هي أول مدرسة برمجة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وإحدى مبادرات دار التعليم والمعرفة. استضفنا جلسات تعليمية بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، واللي ركزت على موضوعات رئيسية في المجال الرقمي. هذه الجلسات ركزت على تقنية البلوك تشين والتحول الرقمي في الجلسة الأولى، والجلسة الثانية كانت بعنوان الطريق للنجاح في مجال الهندسة السحابية بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز. تساهم هاي الجلسات في تزويد طلابنا بالمعارف اللازمة حول أبرز الموضوعات في المجال الرقمي، واللي تهدف لتمكينها من مواكبة التغييرات والمستجدات الجديدة في الدولة في ظل التطور الرقمي اللي نعيشه اليوم. وهذا كله بهدف تمكينهم من بدء مسيرة مهنية ناجحة، ولعب دور محوري في ريادة التحول الرقمي في أبو ظبي. الجلسات، جلسة البلوك تشين والتحول الرقمي، سلطت الضوء على تقنية البلوك تشين ودورها في تعزيز المعاملات الآمنة والأكثر شفافية في مختلف المجالات والقطاعات، وناقشت أثرها في العديد من المجالات مثل المجال المالي، سلسلة التوريد والرعاية الصحية وغيرها. والجلسة الثانية ركزت على تزويد الطلاب والحضور بالممارسات والمهارات الأساسية اللازمة لتحقيق النجاح في مجال الهندسة السحابية.